عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل يستمر والأشواط تتوالى على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. تواصلنا في هذه الأمسية الجميلة والرائعة في تحديات هذا المساء. الشوط الرابع عشر تعلن فيه الانطلاق قبل قليل في هذا المسار، وهذا المساء الجميل والرائع في تحديات هذه الانطلاق. الشوط الرابع عشر يحمل في طياته الابكار، الابكار اللي ذاع في هذا الامتاع والابداع بهذا الاندفاع الجميل في بداية الانطلاق. نسير مع المراكز الاولى، نتقدم بالمقدمة، نسير مع هذا الاندفاع الجميل والرائع. نشوف المركز الاول تتقدم في هذه اللحظات، هذه ندى، ندى، ندى لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها محمد بن يابر الينيبي يقودها في عملية التضمير. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز، وهذه شهب، شهب تأتي في المركز الثاني، تعود ملكية شهب لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سالم بخلفان بالشاوي الغفلي على المركز الثاني. أما المركز الثالث فبنلقى في ثالث المراكز الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها سهيل بن دري الفلاحي، تتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف الانطلاق من رابع المراكز، أيضا تتقدم شاهينية، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن سعيد بن سالم على المركز الرابع. المركز الخامس هجن العاصفة من الجانب الآخر، الشاهينية يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي. بينما أيضا الشاهينية من هجن الرياسة مع أحمد بن مطار بن مايد في المركز السابع. المركز الثامن، وهذه اكسيورة، اكسيورة لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر اكسيورة سعيد بن عبيد الحميري. والمركز التاسع الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. بينما المركز العاشر، 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 افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلق مع تنافسي هذا المساء، مع سن الإذاع والإبداع والإمتاع في هذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الاولى، نتقدم ونعود مرة ثانية لشاشة دبي ريسنج في الكادر العلوي مع تحديات هذا الشوط وهذا الاندفاع. هذه ندى، 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 ندى تأتي بالمركز الأول لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان، يضمرها محمد بن يابر لينيبي، تتقدم بالمركز الأول، تقود مسار الشوط. بينما تليها في المركز الثاني وثاني المراكز، هذه شهب تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ياتي في التضمير مشاهدينا متابعينا الكرام. سالم بخلفان بالشاوي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة، وسهيل بن احمد بن دري يتولى عملية تضميرها. هذه الثلاث المراكز الاولى، الثلاث المراكز الاولى، الشاهينية الرابعة، الشاهينية بالشعار الاحمر، هجن الرياسة، الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي يتولى التضمير. الشاهينية في المركز الخامس تاتي في هذا الاندفاع، الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن سعيد بن سالم تاتي في هذه الانطلاقات. ولكن شوف بن عمير الهجوم الوارد، هجن سيح السلم، تتقدم وتاتي من الخلف باندفاعة قوية، وهذه دمعة، دمعة من هجن سيح السلم، يضمرها
احمد بن سلطان بن رشيد ولا هناك بنشوفه بن عمير، نعم يضمر سيف بن عمير العميمي في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاع الشاهينية اللي انطلقت في هذه اللحظات. بينما هناك في هذا الاندفاع بنكمل النداء، وايضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز السابع مع سعيد بن عبيد الحميري، والمركز الثامن هذه وصلت في ثامن المراكز هوايل. هوايل من هجن سيح السلم يضمرها فهد بن حصين النعيمي في ثامن المراكز، والمركز التاسع والعاشر هجن العاصفة تاتي مع غياث الهلالي. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلقة في هذا المساء. لوحة الاثنين كيلو متر، الاثنين كيلو متر في مسار الستة كيلو مترات في أرضية هذا الميدان، في انطلاقة هذا المساء الجميل على أرضية هذه التحديات. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع المركز الأول ندى. ندى لازالت من البداية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان يضمرها، يضمر ندى اللي هو محمد بن يابر لينيبي يتقدم في التضمير مع ندى. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، وياتي سهيل بن دري الفلاحي في تضميرها. المركز الثالث شهب في المركز الثالث، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سالم بخلف بالشاوي مع هذه الانطلاقات والتحديات. وهجن الرياس الشاهينية مع أحمد بن مطر بن ماي تتقدم، وهجن سيحة السلم أيضا تأتي بالشاهينية على المركز الخامس، ومع سيف بن عمير العميمي وأيضا بن حصين يقدم هجن سيحة السلم. فهد بن حصين النعيمي على المركز السادس والمركز السابع. أشوف أيضا هناك هذه كسيورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يضمرها الكيلو الأخير، الكيلو الأخير في رقص هذا المساء، في رقص هذا المساء مع سن الإذاع، مع سن الإبداع. عوده إلى المركز الأول، عوده إلى المركز الأول. ندى 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 لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان. محمد بن يابر لينيبي يتقدم أحد الشباب المضمرين الرائعين المقدمين مع هذا الشعار، هذا التنافس وهذا الإنجاز. المركز الثاني، ثاني المراكز، شوف الانطلاق من الشاهينية بالشعار الأحمر، وسهيل بن دري مع هذه الانطلاقات يقدم شعار هجن الرياسة، وبن بن بن عمير بن عمير من الجانب الآخر هذا المضمر أبو محمد كذلك يأتي بالشاهينية من هجن سيحة السلم، تتقدم على المركز الثاني، تأتي بهذه الانطلاقات. خلاص جولة الأوامر، جولة الأوامر. روح يا لينيبي، روح روح مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات. شعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان على المركز الأول، على الانطلاق الأول، ولكن الشاهينية. أوه يا هجن سيح السلم، تأتي الشاهينية على المركز الأول، وابن عمير يقدمها في التضمير والعناية في الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا لهجن سيح السلام على فوز الشاهينية بالمركز الأول، وتهانينا لسيف بن عمير العميمي على الفوز وناموس المركز الثاني كذلك. قدم التنافس جميل من البداية حتى النهاية. تهانينا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان على فوز ندى بالمركز الثاني، والمركز الثالث هجن الرياسة الشاهينية. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس هجن سيح السلام في المركز الخامس. هذه النتيجة.
التوقيت الزمني مشاهدي الاعزاء 9:17 سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن سيح السلم وشكرا سيف بن عمير. بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء التوقيت الزمني 9:19 بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو شيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان. شكرا محمد بن جابر الينيبي. المركز الثالث ثالث المراكز. بنشوف التوقيت على شاشه التلفزيون في هذا المسار وهذا اللقاء المسائي الجميل. 9:24 من الثانية من هجن الرياسة مع سهيل بن دري. تهانينا والناموس.